هنتكلم في الفيديو هنا يا جماعه على تسطيب دبليو ساس عندي. دي عباره عن رولز موجوده عندي. لو دخلت على سيرفر مانجر ودخلت على اد رولز هتلاقي هنخش مع خطوه خطوه، هنلاقي من ضمن الرولز اللي موجوده عندي لو نزلنا تحت كده حاجه اسمها ايه، ويندوز سيرفيس ابديت. طبعا لما اخترتها قال لي في مجموعه فيتشر محتاجه تتسطب، هختارها واقول له ايه نيكست، هنبدا نسطب الرولز دي. طبعا دبليو ساس يا جماعه بيوفر عندي كتير في استخدام اسهلات الانترنت، وخصوصا لو عندي عدد اجهزه كبيره. لما بدات اسطبه يا جماعه من ضمن الفيتشر بتاعتنا الحاليه موجوده، هنلاقي ان هو لوحده مختار مين يا جماعه الداتابيز بتاعته، هتلاقي ان هو هيسطبها معانا. تمام، ويندوز انترنال داتابيز اهي شايفينها. طبعا انت لو عايز تسطبه بحيث ان الداتابيز بتاعته على سيكول برضو ينفع، مفيش اي مشكله فيها. فانا هقول له نيكست كده يا جماعه زي ما هو ديفولت. هيسالني على الباص راح يسجل هيسيب فيه فين، بدخله الباص بتاعي. يفضل دايما ان هو على هارد ديسك تاني عشان المساحه. هقول له نيكست. هنلاحظ ان هو هيسطب معانا مين يا جماعه لو مش مسطبه الاي اي اس بتاعتنا. هنسيب الديفولت كونفيجريشن بتاعته واقول له انستول، هياخد الوقت بتاعه في الكونفيجريشن. لو قابلتك مشكله ولا حاجه يا جماعه هتلاقي في فيديو موجود عندنا بيعمل للترابل شوتنج بتاع دبليو ساس. وطبعا مش محتاجين اقول لك ان انت محتاج تظبط البوليسي انها تسحب الابديت من دبليو ساس مش من مايكروسوفت. دي ممكن نعملها عن طريق الجروب بوليسي، وهتلاقي فيديو ليها موجود برده على القناه. وممكن لو انت مش في الدومين ممكن تعملها عن طريق اللوكال بوليسي. خلاص خلصت اقول الانستريشن بتاعته. طلع قال لي يا جماعه، قال لي خلي بالك في لانش في حاجه اسمها بوست في الانستريشن لازم ترنها الاول. قلت له اللانش ناو يا جماعه بدا ايه يسطبها. لو طلع لك ايرور هتلاقي الفيديو اللي انا بتكلم عليه بتاع التابل شوتنج بتاع دبليو ساس بيشرح لك ازاي تحل الايرور ده. ادي الفولدر اللي انا مكريت اللي اعطيته الباص بتاعه، كريت لي فولدرين جواه بدا يحضر الشغل بتاعه فيه. طبعا يا جماعه مش هيبدا يعمل داونلود ولا حاجه، انا لسه ما عملتش اي كونفيجريشن. قال لي هو يا جماعه قال لي ايه بليز ويت، بياخد الوقت بتاعه. والعلامه الصفراء دي الالارم اللي فوق هتروح اول ما ايه البري انستليشن دي يا جماعه تتسطب بنجاح. هي قال لي ايه كونفيجريشن سكسسفلي كومبليتد، هقفلها. نفتح الدبليو ساس بتاعي. لو ما اتفتحش معاك اهو السيرفر، هنمشي معاه خطوه خطوه. طبعا بيقول لي اهم حاجه ان الجهاز يكون عليه انترنت والفاير وول بتاعه مفتوح عشان يطلع من الانترنت ده. طبعا لو انا عامل فاير وول اسمح للاجهزه الفاير وول ان الاجهزه توصل تسحب الابديت منه. بيسالني انت عايز يسحب من مايكروسوفت ابديت ولا عندك سيرفر تاني عليه؟ لا هقول له طبعا مايكروسوفت ابديت. بيقول لي طب لو سيرفر في بروكسي بينك وبين الانترنت او بينك وبين السيرفر التاني؟ هقول له لا نيكست. وهقول له ستارت كونكتنج، هيبدا يجمع المعلومات بتاعته. ونخلي بالنا من حاجه يا جماعه، ده هياخد وقت كتير على حسب سرعه الانترنت عندك. هقول له نيكست. قال لي طب انت عايز الابديت بانه لغه، الملفات الموجوده بانه لغه؟ طبعا احنا الشغل بتاعنا في الغالب يبقى انجلش، فقلت له انجلش زي ما هو وقلت له نيكست. هيبدا يبص يقول لي طب انت عايز انزل لك الابديت بتاع ايه؟ ادي برودكت بتاعت مايكروسوفت بالكامل شايفينها يا جماعه، بتختار منها الحاجه اللي انت عايزها. يعني مثلا هختار دوت نت بانواعها، او هنختار الويندوز اللي انا عايزه بانواعه. تمام، هختار دوت نت الاختيارات بتاعتي الفيجن اللي انا بشتغل بيها في المكان. ولو انزل تحت اشوف ايه الويندوز اللي انا شغال بيه في المكان، لو في تولز زي ما هنشوف محتاجينها. زي ما انتم شايفين يا جماعه هتلاقي حتى ويندوز اكس بي، ويندوز 11، ويندوز 10، حسب ما انت محتاج الحاجه الانفايرمنت بتاعتك فيها ايه هتختار الحاجه وتشيل اللي ملوش لازمه يا جماعه. بعد ما تخلص الاختيارات بتاعتك يا جماعه هنقول له نيكست. قال لي طب خلي بالك انت محتاج ايه على حسب الكلاسيفيكيشن بتاعتك، انزل لك الدرايفر كمان، انزل لك الديفينيشن ابديت، الكريتيكال طبعا، السكيورتي ابديت، لو في سيرفيس باك انزلها لك ولا لا، التولز انزلها لك ولا لا، الابديت رول اب انزلها لك ولا لا، حسب ما انت مختار. الابجريد تمام انزله لك ولا لا، احضره لك على السيرفر ده ولا لا بحيث الاجهزه تسحب منه. بختار كل برضو الاوبشن اللي انا محتاجها. شايفين يا جماعه وزر سهل جدا جدا يا جماعه. بعد ما اختار انا عايزه هقول له نيكست. قال لي طب انا هعمل سينك مع مايكروسوفت امتى في انهي وقت؟ فبختار من هنا الوقت اللي انا عايزه، سواء مانيوال ان هو بايديا انا اللي هعمل السينك في الوقت اللي انا عايزه، او انا احدد سكادول معين في وقت معين انا عايزه. انا مثلا هخليه 12 بالليل مثلا،
في الوقت اللي ضغط نت ضعيف فيه، أو في أي وقت أنت عايزه. طبعا هقول له يا جماعة initial synchronization، إن يبدأ دلوقتي يشوف إيه الأبديت اللي موجود مايكروسوفت، يبدأ ينزله عنده واستناه لغاية لما يخلص. خلي بالي من حاجة يا جماعة، أدي كده أهو السيرفر بتاعي الانترفيس بتاعه سهل وبسيط زي ما احنا هنشوف. ونخلي بالي ان هو مش كل حاجه هينزلها هيسمح بيها، لازم اخش انا زي ما هنشوف، هنخش على الباكج اللي انا عايزها اللي عايزه تنزل لليوزر، هقول له ايه ابروف ليها. ان في حاجات هتنزل مثلا انا مختار اكس بي مش عايز اكس بي طبعا، وحبه اوبشن كده زياده ايه هختار منها ايه الابروف وايه اللي مش ابروف. بصوا يا جماعه دلوقتي بعد ما اخلص السنكرونيزيشن بتاعته والدنيا بتاعته، اول حاجه هنبص عليها هنلاقي عند جوه كمبيوتر عندي هنلاقي حاجه اسمها اول كمبيوتر. ادي الكمبيوترات اللي طلبت منه ريكويست او اللي هو يتعامل معاها وعرف ايه الكريتيكال بتاعتها او ايه الكيسز بتاعتها او مستوى الابديت اللي هي فيها ايه تمام، وامتى عمل الابديت وامتى الستاتس بتاعته اخر حاجه جايبها. هنلاقي عندي حاجه اسمها اول ابديت، طبعا عشان انا ما قلتش اي حاجه ابروف طلع فاضيه زي احنا شايفين كده يا جماعه. طيب هنيجي هنا نقول له فيلد اور نيدد، برده اوبشن تاني عندي انستولد اور نوت، اهي شايفين يا جماعه مجموعه الاوبشن بتاعتي فيلد او نيدد او اني، انا قلت له اني اهي. بصوا يا جماعه في الابروف ده عندي لا ايه شايفين يا جماعه، حاجة أنا هنا هقول له أنا أبروف ده أشوف إيه اللي مش هعمل له أنا أبروف، أشوف محتاج أبروف ولا لأ، أنا محتاجه ولا لأ عشان أعمل له أبروف. أهو كل ده يا جماعة أهو مش هعمل له إيه أبروف. فهنبص كده إيه اللي أنا عايزه، مثلا لغات اللغة الفيتنامي الفينيش معرفش إيه 2019 سيرفنج ستيتس أبديت، حسب ما أنت إيه حسب ما أنت عايز. شايفين يا جماعة كل ده أبديت هو عارفه بس مش معمول له إيه مش معمول له ابديت مش معمول له ابروف. طب ياما قوي صح كده انا ما غلطان يا جماعه. طب تعالى هنا كده في الستاتس هنقول له ايه مثلا نيدت، هتلاقي عدد الاختيارات عندي قلت او فاضيه خالص لو ما فيش حاجه موجوده. باوربوينت مثلا 2016 عشان قايل له الاوفيس من ضمن الاختيارات بتاعتي. طب لو دخلنا بقى على انواع الابديت هنلاقي مثلا حاجه اسمها كريتيكال، في حاجه منها مش واخد ابروف ولا لا، اهي شايفين ده اللي نوعها كريتيكال وبرده مش معمول لها ايه ابروف. تمام نبص كده في حاجه عندنا ضروريه ولا لا، اكترها ليها علاقه بالاوفيس اهو شايفين ابديت ويندوز 10 بيست مثلا دي اهي، هقول له ابروف ليها. تمام هنقول له لمين، نقول كمبيوتر مثلا شايفين يا جماعه. بيقول لك اختار اهي من السهم بتاعها ابروف انستول شايفينها، طبعا انا اخترت من فوق بس ما تقولوش ايه اللي بص على بسيط كده هتبقى هي واللي تحتها شايفينها يا جماعه، هي ابلاي تو تشيلدرن شايفينها الحاجات اللي ايه اللي تحتها اهي. تعالى كده هنيجي هنا نقول له ابروف، هقول له اوكي شايفين كده يا جماعه عملنا لها ايه ابروف ديه، وهكذا بقى هتمشي معاها واحده واحده تدور على اللي انت ايه عايزه. طبعا يفضل ان انت ايه ترتب باي نيم عشان تبقى العمليه ايه سهله معاك ايه. روز شايفين ممكن اختار اكتر من واحده ايه شايفينها، وهقول له ابروف ابروف فور انستول. ده انا كده كانت كريتيكال، دلوقتي دخلت على السكيورتي نفس الفكره، اسطب برضو باي نيم عشان تبقى عمليه اسهل معايا، وحسب ما انا ايه حسب ما انا عايز اختار اللي انا عايز. ادي اول كمبيوتر هم اللي قدروا يتكلموه شايفينها، انا اساين شايفين يا جماعه ان حاجه مسميه الابديت بتاعها بس. ده السنكرزيشن بتاعنا التايب بتاعه امتى السكادول بتاعه ايه يجيب ايه وما يجيبش ايه. تمام ادي مجموعه ايرو كانت عندي في الوقت ده ما كانش فيه نت، تمام هو فعلا في اللحظه دي ما فيش نت على الجهاز ده. طب انا عايز اغير الكونفيجريشن بتاعتها، بصوا يا جماعه هنلاقي جواها حاجه اسمها ايه سنكرزيشن اوبشن شايفين، ادي لو عايز اعدل البروكسي سيرفر او انا هجيب الابديت منين احنا مخليه من الانترنت،
البرودكت، انا عايز اعدل في البرودكت انا مختارها اهو. يعني في حاجات انا مش عايزها مثلا اشيلها، الاكس بي مثلا الكلام ده كله في الويندوز. لو نزلت تحت كده ندور على ويندوز اهي، هدور على ويندوز اكس بي. فين ويندوز اكس بي؟ اهو انا مش عايزه طبعا، اهو اشيله. والفيستا، الفيستا كل اللي انا مش عايزه اشيله، تمام. واقول له اوكي او ابلاي حسب ما انا عايز طبعا، عشان لو عايز اعدل حاجه تاني. يبقى مش معنى انا اخترتها في الاول يبقى كده خلاص. طب اللانجوج بتاعتنا في حاجه هينزل امتى؟ لما تبقى ابروفد، شايفين يا جماعه ولا لا؟ حسب ما انا عايز، تمام. اهم حاجه السكادور بتاعتنا اهي، مانوال ولا اوتوماتيك. الكمبيوتر بتاعتنا برضو اهي على حسب ما انا عايز. ايميل نوتيفيكيشن لو انا عايز اظبط ايميل معين اللي يبعت لي عليه، تمام، حسب ما انا عايز امتى يبعت، اللغه بتاعته. بس مش هنطول كتير برضه عشان الايه، عشان الوقت. لو انت عايز تعدل في الكونفيجريشن بتاعت الويزرد نفسه من الاول تقدر ايه تعدل فيها. شكرا.